كل الدورات ما اخترناها لمجرد انها دورة، احنا اخترناها بعناية علشان تكون ذات فعالية وذات تترك بصمة في كل شخص. اليوم الجرائم الإلكترونية في السابق ما كان لها قانون واضح ينظم هذه العملية، إلا أنها جرائم معروفة، يعني حالها حال الجرائم التقليدية، لكن اللي اختلف أصبح شبكة الإنترنت هي مسرح الجريمة. في دربكة صايرة بخصوص جرائم المعلوماتية، في غياب واضح للنص على الواقع. دولة يقع على عاتقها المراقبة من خلال الجهات الرسمية اللي موجودة. طبعا اليوم كانت أولى دورات هذا الموسم بعنوان جرائم تقنية المعلومات. كان الحضور وايد ممتاز من أعضائنا المتدربين في هذا البرنامج، تجاوز العدد اليوم الحضور 250 طالب وطالبة. إن شاء الله إحنا نطمح في الدورات القادمة بنجاح أكثر من هذا النجاح اللي حققتها هذه الدورة، وشرفنا حضور الجميع. إحنا اليوم في أولى أيام البرنامج التدريبي لقادة الغد اللي تم تنظيمها بالاشتراك مع جمعية المحامين، تضمن اليوم الأول محاضرة تدريبية عن جرائم المعلوماتية أو ما يعرف فيه جرائم إلكترونية. طبعا تطرقنا في المحاضرة اليوم عن كيفية حماية البيانات الشخصية وكذلك حماية قواعد البيانات الوطنية. طبعا اليوم عنوان الدورة جرائم تقنية المعلومات، وايد استفدت من الدورة ويعطيكم العافية على هالتنظيم والإشراف.